السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب شيخ مصطفى، ربنا اتفضل. يبارك فيك. الله يبارك فيه. يشهد الله أني أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في عمرك. شيخي الجليل، علمت أو سمعت أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبيح فيه أكل الضبع، فهل هذا الحديث لا صحيح؟ يثبت، لا يثبت. لا يثبت؟ أي نعم، وعندنا ما هو أقوى، هذا لا يثبت سندا، ان نعم النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع من السباع، نعم وكل ذي مخلب من الطير. نعم نعم الله يبارك فيكم.